نعم صار يعني للوهله الاولى يعني نحن فاخر شيء يعني بدي يتدخل الاعلام مشان يبين الحقيقه مثل ما هي لو قعد مع الطرفين يعني احنا هلا بدنا نشتغل على مشروع له علاقه بين النازح العلاقه بين النازح والمقيم طبعا المشروع هو مشروع غراس المحبه له علاقه بتحسين العلاقه بين النازح والمقيم وتحديدا من خلال شريحه الاطفال في المدارس. النشاط اللي كنا عم نقوم فيه اليوم هو عباره عن جلسه نقاش مع مجموعه من الاعلاميين كانت بعنوان انه شو هو دور الاعلام في بناء علاقه ايجابيه او تحسين العلاقه بين النازح والمقيم او المهجر والمقيم. اذا بدنا نحكي عن موضوع الاعلام الخارجي او الشعبي، هل هي اثرها اكبر ولا الاعلام الشعبي ولا الشعبي عاطفي؟ الاعلام الشعبي عاطفي ولكن وصوله اكبر، وصوله اكبر وبالتالي اثره ليش؟ لانه بيكون اكبر لما تستخدم العاطفه سلعه.